جات لي فكره السنه اللي فاتت في رمضان ان انا انزل ابسط الناس في الشارع، كل يوم اصور شخص معين واحاول ان انا ابسطه بصوره هي يعني مش يعني مقابلها مش كبير، بس في نفس الوقت بترسم البهجه على وش الناس، يعني بحاول ان انا ابسطهم بصوره. المقابل الوحيد اللي انا باخده من الناس ديت هي حاجه واحده بس، هم يعني ممكن حاجتين، الضحكه والدعوه حلوه، يعني ان انا اشوف حد مبسوط بحاجه انا عملتها له دي عندي بالدنيا كلها. في نفس الوقت دعوه حلوه منهم، يعني ربنا يكرمك، ربنا يديك الصحه، كذا. الناس دي طيبه، الناس دي يعني حلوه، روحها حلوه، فان انت تحاول ان انت تبسطهم هم هيبسطوك بضحكه وبدعوه. يعني انا بس ما باخدش مقابل مادي، هو بالعكس انا ممكن ادفع كمان من معايا عشان انا اطبع لهم الصور. في ناس في الاول بترفض، يعني بيفكروا ان انا بعمل حاجه وحشه بالصور، بس انا لما بوريهم الصور بحاول اشرح لهم الفكره ان انا بعملها، وانا مش هاخد منهم فلوس على الفكره، او في نفس الوقت الصور لما بطبعها لهم في ناس بتتقبل، وفي ناس لما بترفض وبتشوفني بصور مع حد تاني بييجوا ينادوا عليا. انا ببقى مبسوط برد فعلهم، فدي الحاجه الوحيده اللي انا ببقى مستفيد بيها. انا ممكن اسيب شغلي عشان اجي اعمل حاجه زي دي، يعني انا ساعات بسيب شغلي انزل اصور وانزل اوزع الصور عشان اشوف حاجه زي دي. ده اوقات كتير، لان انا ببقى مبسوط بضحكتهم، ببقى مبسوط ان انا مثلا هونت عليهم. انا نفس الفكره تنتشر، نفس الفكره مش في المنصوره بس، انا نفسي تطلع بره، يعني اسكندريه، القاهره، في اي محافظه، كل يعني اي حد فوتوغرافر مثلا بيصور في الشارع يحاول ان هو يعمم الفكره. ما تستناش مقابل، حاول ان انت تبسط الناس، يعني فكر انت ازاي تبسط الناس، تبقى مفرح الناس بحاجه زي دي. ممكن الناس كلها تحاول ان هي تعملها بطريقتها، في محافظتها، في منطقتها، مش لازم اسافر وتعمل، لا، في منطقتك، ممكن تفرح اهل منطقتك باللي انت بتعمله.